أسعد الله أوقاتكم سادتي وأحبتي. وصلنا وإياكم إلى المشترك موسى العقابي. راح ابني يا زماني للراحل ياسين الرميثي ولشاعرها رسول محي الدين. على بركة الله إن شاء الله محضر قصيدة تراثية للمرحوم الشيخ ياسين الرميثي شاعرها رسول محي الدين. طبعا المرحلة الثانية راح تكون صعبة، لكن ببركة الزهراء عليه السلام وأم البنين نجتازها. ليش صعبة؟ لأنه المتسابقين قلوا، وهاي المتسابقين القليلة أصوات جميلة. أساتذة الكرام، قدام الحسين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني المتسابق الرادود موسى العقابي من محافظة بغداد، العمر 27 سنة. سأقرأ على مسامعكم قصيدة من التراث للراحل ياسين الرميثي شاعرها رسول محي الدين. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. راح ابني يا زماني امشي راح ابني يا زماني امشي يا لا اتاني يرجع لي لو نساني امشي يا لا اتاني راح ابني راح ابني يا زماني امشي يا لا اتاني نساني امشي لا يا ناني هالساعة البيغة لي فراقي الصعبة اطلب لي منك يا زماني طيب تصدقني حتى لا اضل اتربى ولا ضل اتعذب وكيل ساحسب الأكبر مشوي القوم لازم دربه وانظر غيك السامي استعد الحرب من راح لا ودع ولا حن قلبه ولا شفتاني ولا قعدت بقربه ما أدري يا راح
جاني أمشي يا لا لساني. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت ولا موسى؟ طيب الله أنفاسك، نسأل الله تعالى أن يوفقك دوما وتكون على خطى هؤلاء الذين خطوا هذا الخط الحسيني الشريف. حياكم الله دكتور، تفضلوا. أحسنت ملا موسى، طيب الله أنفاسك. طبعا ملا موسى شارك بالحلقة الثانية وحصل على المركز الثالث، وكانت درجته متقاربة بين لجنة التحكيم ولجنة الخبراء، حصل على 76 من لجنة التحكيم و78 من لجنة الخبراء. إن شاء الله اليوم يتأهل ونشوفه وجيها بالحسين وبالمراحل القادمة إن شاء الله. اللهم آمين. دكتور مخلص تفضل. يا حبيبي ملا موسى، جمالية الصوت كانت نظيفة وجميلة، وضعية الرأس كنت عم تأدي من وضعية الرأس مستعملا الميتسو فورتي طبقة ليسمع الكل من دون الميكرو، ممتازة هيدي. الثبات على النغم كان في عندك مرة واحدة أنا كمشت هبوط عن النغم، الحضور المنبري التمثيلي كان مقبولا، يعني لم تكن أنت صاحب حيوية وصاحب قدرة وصاحب قيادة، كنت وكأنك خائف والمطلوب كان لازم أنت تقود الجمهور. ترابط الجمل كان في ختام الجمل، كان في ليونة وكان في بعض الذكاء، ولكن كان في تقطيع أضر بالصورة، يعني راني يا زا، هذا بضر بصورة المشهد للحن بشكل عام. ختام الجمل كان جيدا، اللحظة الدرامية كانت بمقطع من راح، لا المقطع مدري يعود لي، كان ظاهرة ومقبولة. وفق إن شاء الله. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. نرحب أجمل ترحيبي سيد سعيد الصافي الرميثي معنا. يعني نحن لسنا في معرض التقييم لهذا الشعر التراثي القديم، ولكن ماذا تقول بهؤلاء الشعراء وماذا تقول بالذي كتبوه وصار تراثا حسينيا هو أساس للخدمة الحسينية؟ سيدنا تفضلوا. الشعراء السابقين الماضيين رحمة الله عليهم هم أساتذتنا، وإحنا تعلمنا من عندهم. نعم، تعلمنا نكتب الشعر من عندهم. نعم، لكن هم لهم أسلوبهم الخاص في زمانهم. نعم، وإحنا أيضا إن أسلوبنا الخاص في زماننا. نعم، الفارق بيننا وبينهم هو هذا مرور الزمن وتغير الحالات كثيرة، ولكن يبقون هم الأساتذة. نعم، أنا ما لي حق أنا أنت رأيي برسول محي الدين. نعم، أو أنت رأيي بأبو شبع، أو أنت رأيي بكاظم منذور أو القصاب أو كثير من الشعراء الماضين رحمة الله عليهم، ولكن أنا على الأداء. أنا ياسين الرميثي تربيت تحت منبره. نعم، وأعرف أداء ياسين. نعم، ومن اللي أقرب لياسين بالأداء. نعم، أم أقدر أميزه، فأنا أنطي درجة على هذا القياس. أحسنتم سيدي، ونتمنى للتوفيق إن شاء الله. حياكم الله. أستاذ ثامر أبو محمد عمي تفضلوا. الموسى العقابي انتشل هذه الردة. نعم، من طيات النسيان. نعم، لأنه إحنا سمنا نقول ياسين الرميثي مباشرة يا حسين بضمائرنا مثلا، وخذ يا محمد. فعلا صح، فهذه تحسب إلي إن شاء الله موفق. أحسنتم أستاذ ثامر. ختام التعليقات مع الأستاذ يحيى الصحافي، فضل أستاذ يحيى. شكرا جزيلا أستاذ علي، وشكرا لموسى، الله يحفظك ويبارك فيك، مأجور إن شاء الله. طبعا قرأ قصيدة من قصائد الملا ياسين الرميثي. نعم، صاحب الأداءات الجميلة والصوت الرائع. ملا ياسين صوت متمكن كثيرا رحمة الله، صوت يعني جميل، صوت فيه نبرة ريفية مملوحة، وعنده هذه الزخارف الصوتية الطبيعية اللي تصدر من صوته. نعم، وصار صاحب أسلوب خاص ملا ياسين، ومعروف هذا الأسلوب،
وولد في عام 1929 وتوفي عام 2005 رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. قرأ القصيدة بشكل جيد. نعم. ولكن بعض اللزمات أو الحركات اللي يعملها ياسين في بعض الأماكن خصوصا في المقاصير يحولك إلى جو آخر ياسين في هذني، كان يحتاج إلى دقة في أدائهن أو الالتفات إلهن، قد هو ما ملتفت إلهن، ولكن بصورة عامة أدى اللحن بشكل جيد وتصرف به بشكل جيد، ولكن كان يحتاج إلى الاقتراب أكثر من روحية ياسين وجو القصيدة. أتمنى لك التوفيق يا عزيزي، إمكانياتك حلوة ورائعة، الله يبارك. أحسنتم أستاذ يحيى، بالتوفيق من موسى. أستاذ علي عفواً عمي تفضل. لحظة واحدة، لحظة ملا موسى، اسمع ملاحظات عمك أبو محسن. ملا موسى حبيبي بارك الله بيك، مع احترامي لجنة التحكيم، جميل قرأتها ولحن كان جدا صعب، ولكن كلام صار هنا ويا أخويا أبو بشير وعزيزنا أبو عبد الله، أنت من تسمع مقرئين القرآن يأخذون نفس، يعني يبوق نفس بالقصيدة بالآيات، بس المستمع ما يحس. القصيدة هذه أكو مكانات المرحوم حتما 100% ماخذ بيها نفس، أنت هذني نسيتهن يعني، وصار ضغط عليك بالقراءة، فهذه النقطة خليها ببالك إن شاء الله. بارك الله بيك. أحسنتم الله. عمري يا كلام الله. أحسنت أحسنت أحسنت. بصراحة اختاريت قصيدة للشيخ ياسين الرميثي رحمه الله، لأن عادة ما نسمع في الشارع في العزاءات فقط نعرف للشيخ ياسين قصيدة يا حسين بضمائرنا أو خذ يا محمد، فأنا حبيت أنفرد بهذه القصيدة، راحبني يا زماني، حتى الناس توصل لهم وتعرف أنه ياسين عنده كثير من التراث.